السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استلام العناصر الرئيسية. عشان تستلم رئيسية أي حاجة في الدنيا لازم تعرف الحدود بتاعتك المسموح بيها. مسموح في كل متر، أنا بتكلم على العناصر الرئيسية زي الأعمدة، زي الشير وول، زي الكور، زي الريتيننج وول، أي حاجة رئيسية، تمام؟ مسموح إنك تفوت في كل متر ارتفاع ملي. ملي واحد مش سنتي، ملي واحد. مسموح انك تفوت في كل متر ملي واحد، بس بشرط ان المنشأ كله على بعضيه، المنشأ كله على بعضيه ما يزيدش عن ميول 2.5 سم، ما يزيدش عن ميول 2.5 سم. يعني حضرتك مثلا لو عندك مبنى بالكامل ارتفاعه 50 متر، تمام؟ ال 50 متر حضرتك لو هتفوت في كل متر مل واحد هيبقى انت عندك 50 مل، يعني المنشأ بتاعك كله في الاخر هيبقى مايل بمقدار 5 سم. طبعا ده مرفوض تماما. انا بفوت اللي اقدر افوته، بس اللي هي خلاص بقى. يعني حضرتك رايح تستلم دلوقتي اعمده، والاعمده لقيتها مايله مثلا ملي او 2 مل، تخليه يجيبها. يعني مثلا عندك العمود 3 متر، يبقى لقيت العمود مايل 3 مللي، هتقول لي ده مسموح يا باشمهندس؟ لا مش مسموح، تخليه يعدلها، تخليه يعدل ال 3 مللي دول. طيب انا بتكلم ايه المسموح اللي احنا خلاص ما نقدرش نعمل فيه حاجه، الاعمده تثبط ومش هنعرف نكسرها، تمام؟ بشرط ان المنشا كله ميله ما يزيدش عن 2.5 سم لكامل المنشا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.